زابينغ إكسبرس. صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم في زابينغ إكسبرس. ضيف إكسبرسو كان بسام معطر، رئيس جمعية عتيد، واللي تحدث على أنه يلزم توضيح قانون المجالس المحلية لضمان أكثر شفافية ومقبولية للمترشحين في الانتخابات متاع 24 ديسمبر. إلى إرساء القانون الأساسي للمجالس المحلية بالذات، لأنه اعتبرنا أنه في إصدار ذلك القانون الأساسي توضيح عدة نقاط تتعلق بصلاحية هذه المجالس، في طريقة العمل امتاحها، بعلاقتها بمجالس اخرى. كان من الاسلم اصدار ذلك القانون، القانون الاساسي، وكنا نعتقد انه اصدار ذلك القانون الاساسي ربما يساعد اكثر في اعطاء الزخم المناسب واعطاء المقبوليه والمفهوميه لدى المواطنين والمترشحين لهذه الانتخابات، وقلنا انه هذا الشيء ينجم حتى يعطي دفعه افضل لنسبه المشاركه في هذه الانتخابات والاهتمام بها. لاحظوا انه مازال برشا عدد نقاط ماهيش مفهومه. كل حال، الحمله الانتخابيه هي نفسها مش تكون فرصه من خلال المترشحين واتصالهم بالمواطنين لاعطاء دفعه اخرى ربما وتحفيز المواطنين للمشاركه. ضيف اسامه لحكي لي في إيميشن حديث في البزنس كان أحمد بطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، اللي حكى على الوضعية الصعبة اللي يعيشها قطاع النقل السياحي وأهم الإشكاليات القانونية اللي تواجه القطاع هذا. ظروف صعبة، أما إشكال كل اللي عنا هو إشكال في التزود، خاصة بالنسبة للكيران الكبار اللي تحبنا حتى العام باش نجموا نكمانداو. ثاني حاجة الإشكالية نتاع لي كاتفوكات، اللي كنا عندنا بارك فيه أكثر من 1000 سيارة كاتفوكات رباعي في الدفع. اليوم ما عندناش حتى 100 سيارة رباعي في الدفع، وإذا نحكيو ديفرسيفيكاسيون دو برودوي عندنا إشكالات وإخلالات، إن شاء الله نتجاوزوهم، وإن شاء الله نتعاملوا مع الوزارات وخاصة وزارة المالية باش نجموا نحلوا الإشكالات الموجودة اللي هي عندها أكثر من 10 سنين ما تحلتش. اليوم رؤيتنا ما زالت ضبابية، وخاصة ناس عاملين ديزونجاجمون، ثم إشكاليات إخلالات. حاولنا احنا جلسنا مع الوزارة المالية وجلسنا مع وزارة السياحة وحاولنا نلقاو الحلول، لكن ما فماش تجاوب إيجابي، خاصة باش ناخذوا موضوع فيفا عقلانية. أنا صحيح فما قوانين اللي يقول لك القانون، لكن اليوم لازم نحترم القانون، لكن نتجاوبوا مع النساء وناخذوا بعين الاعتبار ظرف صعيب والكوفيد وهذه عوامل. ضيف شارع التونسي مع لبنى بدا كان مالك العياري، المنسق الوطني للأساتذة النواب، واللي صرح أنه السياسة في التعامل مع الملف هي سياسة مماطلة، وأنه مطالبهم هو إعادة إدماجهم بقانون وبكونترا يدوم أكثر من 12 شهر. رفضنا تحرك وطني امام وزاره التربيه. التحرك الوطني جي نتيجه ديما نقولوا سياسه التسويف والمماطله، لانه ملف عمره اليوم 16 سنه يقتضي بالضروره ان نتحركوا. الحقيقه احنا راهو مع التحرك داخلين في مقاطعه تقريب لليوم العاشر اليوم منذ معنا الاثنين الفارط، بعد عدم استجابه وزاره التربيه قمنا بتحرك وطني بحضور الجامعه العامه. الحقيقه صارت في المقابل جلسه معناها على مستوى وزاره التربيه بين الجامعه بعمل التعليم الثانوي ومكتب الموارد البشريه. مالوروزمون احنا كعدد الساده تعرف 500، ولكن الحقيقة احنا في اطار هذا التحرك رفعنا على الاقل مطلبين، مطلب اني حيني بعد معناه المجلس الوزاري اللي صار نهار 27 نوفمبر، انه بنود العقد يجب ان تكون فيها خلاص شهري، فيها تغطية صحية واجتماعية، والاهم انه خلاص يكون مسترسل طيلة 12 شهر. رياض دخفوس مدير المركز الوطني للياقة الدوائية كان ضيف زميلتنا لبنى بدة، وصرح انه النزلة الموسمية غير مخطرة، ولكن يجب اتخاذ اجراءات الوقاية في الايام القادمة. توا الدنيا بدات تبرد، دونك مش يبداو العدوى تزيد تقوى، تولي معناها حالات اكثر. اما الخطوره راهو احنا يلزمنا نفهموا المرض بيدو ماهوش مخطر، غريب والنزله الموسميه هذه ماهيش مرض مخطر. تبقى كيف يجي عند بعض العباد اللي عندهم مناعه نتاعهم ضعيفه، يجم يمس الجهاز التنفسي ويجم يعمل معناها دي كومبليكاسيون، يمس الرواري وكله، يجم احنا في حالات قصوى معناها يؤدي الى الموت، اما مش معناها عند عبد عادي لبس عليه ما يكونش خطوره، ما يقلق يقلق وما نعرفوا زادك عبد كيف هو لبس عليه عداء ويمرض، يجم يعدي عبد اللي هو مناعه نتاعه ضعيفه وما يجمش يقاوم بدنه معناها كيما يلزم. الامراض هذوما معروفين الفيروسيه، الحل نتاعهم هو الوقايه، خاصه الوقايه اول حاجه هي التلقيح. تلقيح تو موجود في تونس،
الاطفال كيف كيف معناها يلزمهم توك الاطفال لازم ديما يغسلوا ايديهم برش مرات في النهار، يلزم يبعدوا على العباد اللي مرضى، معناها اللي عبد كي يبدا عنده مرض قريب يبدا يعطس ويكح يبعدوا عليه شويه، ما يقربوهمش ياسر، يلزموا يغطيوا روحهم كي يخرجوا ويشربوا بزايد ماء، تعملوا الشوار اون بابيي ما يلوحوش في كل بلاصه، ديما يحطوهم عندهم بلايص معناها نتاع لي بوبيل اللي خاصه بهم ما يعاودوش يستعملوهم، هذا هو معناها الاجراءات الوقائيه العاديه ردوا بالنا وكهو. Zapping Express.